كسرت الساعه هذه انا كتبتها في مخيم اليرموك بدمشق في سوريا سنه 1983 او 84 مش متذكر. كسرت الساعه كانت له مثل عقرب الساعه تتقدمه دائما وكان لها مثل الساعه لا حياه العقرب دونها. في لحظه حاسمه قال لها مضى العمر في السفر ولم ينتهي سفري. قالت له مضت سنون من عمري ولم ينتهي الرحيل. خيم صمت على المخيم وتجمعت غيوم ملبدة فوق الغرفة المظلمة. نظر في عينيها قبل أن يهم بالخروج. نظرت في عينيه وقالت انكسرت الساعة. الله الساعة والزمن. نعم الزمن والزمن فيه كل شيء. Det som er